كابتن فتحي، عايزين نبدأ بالكلام، وللأسف إن أنا هبدأ بالكلام عن المنتخب، بس مش هياخد وقت معانا طويل زي ما خدش وقت يعني في البطولة، بس هقول إيه والله. هتعرفي تبقى أسرع منهم؟ والله العظيم حاجة يعني صعبة جدا. كابتن فتحي، سؤالي واضح لو في إجابة، إلى متى هذا المشهد البائس مع الكرة المصرية للمنتخب تحديدا واتحاد الكرة؟ هو الإجابة وصلت. ما فيش بديلة إجابة. جدا، بديلة. لا بجد يعني، يعني الحقيقة ما هو المغرب مش كل الفرق طلعت دلوقتي، الكبار غير متواجدين شمال دلوقتي، شمال أفريقيا والعرب خرجوا، كل الفرق الكبيرة يعني. بس ده مش مبرر للمستوى بتاعي كابتن فتحي. صاحب الخروج يفرق يا كابتن. صح، ما هو صاحب البطولة اللي هو حامل اللقب، السنغال طلعت، تونس، الجزائر، بس ده برضو مش مبرر. تونس والجزائر ده مش مبرر رداءة ما يحدث. لا صح، انا مش بقول، مش بقى يعني بحلل الكلام، انا بقول ان في حاجه جديده في هذه البطوله، ان مفيش كبار ومفيش صغيرين، اصبحت دلوقتي الخريطه يعني اتلخبطت، اصبحت الفرق دلوقتي اللي عندها لعيبه كتير محترفين في الخارج هي اللي بتكون كلمتها هي اللي ظاهرة، فكل الناس اللي ما احترموش الفرق الصغيرة عشان كده هم خسروا. بس حتى مع الخسارة يا كابتن فتحي، عشان كده كنت بقول لحضرتك ايه، بقول لك شكل الخروج غير في حالتنا. يعني المنتخبات العربية ومنتخبات دول شمال أفريقيا والمنتخبات الكبيرة في مفاجأة كبيرة في النسخة دي من البطولة، خروج الكل، لكن خروج عن خروج يفرق. يعني كل المنتخبات اللي خرجت خرجت بعد ما قدمت مستوى يليق باسمها ومرضي لجمهورها، وفي حاجات بقى اقدار في الاخر، وخصوصا ان معظم الخارجين خرجوا بركلات الترجيح بعد وقت اضافي بالظبط واحد والتاني. فاحنا ايه؟ احنا ليه؟ احنا ازاي؟ احنا ان شاء الله. احنا عشان ايه؟ لا ان شاء الله باذن الله. يعني مش عايز اتكلم على الماضي، مش عايز اتكلم على اللي حصل، اللي حصل حصل، وكل الناس عارفه الاسباب دي. يعني انا مش هعيد تاني اسباب 14 سنه نفس الاسباب اللي احنا عمالين نقولها كل مره، اكيد يعني. لا. في اختلاف بقى يعني. لا. 14 هو سنه هو في فعلا سوء وعدم تنظيم للكره المصريه بالطريقه اللي تحقق لنا اهدافنا. قال لك مصالح، قال لك مجاملات، قال لك ما فيش خطه موضوعه، قال لك حاجات كتيره جدا. لا دي 14 سنه، ما هي دي اللي احنا شايفينها، دي نتيجه لكره القدم من البدايه، من الناشئين ومن الشباب. يعني ما اقدرش ان انا ليه بقى، انت قلت 14 سنه، اذا لو من 14 سنه كان المشكله دي موجوده، اذا وكان الناشئين اللي عندهم 14 سنه كان بقاهم 28 سنه دلوقتي. اذا دولت نتيجه الماضي، نتيجه تحضير. مش بحمل مجلس الاداره الحالي لان هو اخر سنه او اخر سنتين. يسال عن الاختيار بقى، يعني اختيار المدير الفني، لان احنا عايزين نقف عند النقطه دي برضو. ليه انا بجيب مدير فني وبعمل له عقد يعني طويل المدى الى حد ما عشان احقق الاستقرار، وانا مع النقطه دي، بس في نفس الوقت انا بجبر المجلس اللي بعدي يا يدفع الشرط الجزائي يا يكمل معاه فيتوريا. طب ما احنا اتكلمنا ان كده كده الانتخابات لاتحاد الكوره قادمه خلاص، يعني انت ليه بتخليني او بتجبرني على وجود فيتوريا معايا لسه سنتين ما كمان؟ هو بص يا نهاد، هي القصه حاجه من الاثنين، اللي عايزين استقرار ونعمل مشروع ونخطط للمستقبل ويبقى فيه استقرار، حلو. او نجيب واحد بالحته او بالبطوله، والله لو نجحت هتكمل معانا، لو ما نجحتش يبقى ما فيش. هل هو الاحق بالاستمراريه، ولا كان على سبيل المثال، وعايز منتهى الصراحه كابتن فتحي، كيراش هو كان الاحق بذلك، لانه وصلك على الاقل للنهائي، طور من مستوى لعيبه وراك كوره بتتلعب، مع ان رغم كل ده ما كملش، ما كانش في استقرار معاه، ما كانش في استقرار. هي هقدر اقول وجهات نظر للمسؤولين في الفتره دي، او العلاقه بين كروش والمجلس في الفتره دي يمكن ما كانتش على ما يرام، وحصل الانفراق او حصل انفصال باسلوب حضاري برضو، يعني ما فيش مشاكل كان بينهم، بين كيروش. احنا بنقيم دلوقتي عشان سؤال، معلش يعني هو في داخل السياق، بس اعتقد ممكن يختصر علينا كلام كتير. هو بقاء الحال المايل على ما هو عليه في مصلحه اشخاص بعينهم؟
لا 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 الناس ما ما بتجيش كده. هي تيجي ازاي؟ هي تيجي ان هؤلاء المدربين الاجانب اللي جايين بيبقى هتقول عدم زي ما انت بتاخد قرار في اي مشروع من المشاريع، خدوا قرار ان هذا المدرب اللي يتولى من خلال ان هو هي ناجح كمدرب بس كان انديه. الراجل طلع قال لك ده عقدي لا يتضمن شرط الحصول على لقب امم افريقيا. وبعدين وعلى ذكر العقد بالمناسبه، ودي مش المره الاولى ان نتحط فيها في الحته دي، فكره ان العقود اللي بتتكتب مع المدراء الفنيين الاجانب كل مره لما يحصل اي مشكله ونحتاج ان احنا نمشي الشخص المعني او المدرب ده لازم يبقى عندك يعني بند ما في العقد يجبرك على دفع قيمه الشرط الجزائي كامله ايا كان الراجل ده كان عامل فينا ايه. لا هو شروطه، هو بدي شرطه على اساس واحنا كنا عاوزين فشايفين ان هو ده الاصلح فبيحط شروط. يعني احنا ما خدناش بالنا ان الحكايه دي ورطتنا بدل المره اثنين وثلاثه قبل كده. وهي بقى بتعتمد انت المدرب ده هل يستحق ان العقد يبقى بالشكل ده ولا اقول العقد على طب فترة. السؤال هل كان يستحق فيتوري هذا الشرط الجزائي ام لا؟ قبل كده ما كناش نقدر نقول بالسي اللي هو جاي بيه يا كابتن فتحي يعني مش هنقعد نقول ما نقدرش نحكم، ما نقدرش نحكم هو هيعمل ايه مع مصر، لكن نقدر نحكم على السي في الراجل ده جاي مؤهل ولا لا؟ هو جه برضه. وبعدين في نتائج المباريات الوديه اللي اتعملت خدعتنا وادى الطموح للجمهور. ما كانتش مرضيه اصلا يا كابتن فتحي. انت عملت ايه فيها اساسا؟ يعني ما كانتش مرضيه للناس. ليه لما تلعب 12 مباراه وما تخسرهاش؟ ما انت كملت على كده بقى. لا ما تخسرش ال 12 مباراه. طب ما تخسرش ازاي ال 12 مباراه اللي هي مباراه الاعداد لو المباريات الوديه والمباريات التجريبيه مع مستويات فنيه برضو ليست الافضل. هي دي النقطه بقى كلامك صح كده. ما ده كان عشان كده بقول لك مع مين دي ال 11 في الاخر هي دي اللي مين. فبالتالي هي دي خدعت وكانت مسكن وطمنت الجمهور وطمنت المسؤولين ان احنا رايحين لمسافه بعيده لحاجه عاليه قوي في البطوله، ان احنا رايحين للبطوله، ان احنا وضع طبيعي ان دي البطوله بعد اللي احنا الاستقرار ان اللي قدمه الاتحاد لهذا المدرب وفي كل حاجه اتقدمت له المباراه اللي طلبها بالاسم جبناها له وكل ده. لكن نيجي في النهايه يعني فعلا هو سوء توفيق لكره القدم المصريه انها تلتقي بالمدرب في هذه الظروف، والمباريات اللي اتلعبت دي كانت فعلا يعني نقدر نقول ايه كانت خادعه. كلام حضرتك مظبوط. وعلشان ما نطولش قوي في المنتخب يعني بس يعني انا في نقطه مهمه عايزه اقولها، انا اتمنى ان احنا بعد كده يتم الاختيار على مدير فني محلي بما ان انت كده كده النتائج بتاعتك متقاربه، فانا رايي نوفر فلوسنا ندي فرصه لمدير فني محلي لعل وعسى يكون في نتيجه مختلفه، ان انا طول ما انا ماشيه بنفس الطريقه هوصل لنفس النتيجه. يعني هو ده الموضوع يا جماعه، انا بعمل نفس الخطوات هاخد نفس النتيجه، اغير الخطوات ربما اخد نتيجه ثانيه. يعني معلش حصل في الفتره الاخيره برضو ابتدينا نسمع كلام عن احتماليه وامكانيه عوده كروش من جديد. ده كان خبر منتشر جدا كمان اتكلمنا فيه. ده منتشر. وبرضو اضيف لحضراتكم حاجه، البطولات اللي احنا كسبناها لافريقيا بمدربين محليين هي دي كله مدربين مصريين طبعا. الا ما نظر في بعض البطولتين كابتن حسن شحاته لوحده كان معاه ثلاث القاب، كان ثلاثه والكابتن جوهري اثنين و قبل كده برضو كان مدربين. طب مش لوحدها اشاره كافيه؟ طبعا إشارة يعني، لكن وبعدين في حاجة تانية، الظروف اللي بتمر بها البلد دلوقتي من ناحية العملة ومن ناحية كده، لما أحس إن 200 ألف دولار شهري في إيه بقى ما تعرفش، وفي النتاج الإنكام بتاعه والشغل بتاعه ما يديش حاجة. يعني كلامكم مظبوط في الناحية دي، يعني ربنا يسهل إن شاء الله ويولي يعني يعني المجلس يقدر دلوقتي يفكر للمستقبل، وانا بدعوه من هنا للمستقبل انه يبدا من تحت قبل ما ابدا من فوق، لان من فوق دي كلها مسكنات. لو حتى جبنا مدرب الناتج بتاعه ايه؟ انت قلت كلمه ان فعلا بقالنا 14 سنه او بقالنا 13 سنه لم نحصل على اي بطوله، فاحنا بنفكر فوق. طب ما انا افكر في المبنى من تحت اشوفه اساسي ايه، لان اللي فوق ده هيجني شغل اللي تحت.
طب اللي تحت ده جاي لعيبه لا ترقى انها تمثل مصر،